السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسوش اخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع، واليكم التفاصيل. اعتقال الدكتور التازي والزوجة ديالو اللي خلق ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وشكل صدمة كبيرة عند محبين الدكتور التازي داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، فخليكم معي أخوتي باش تعرفوا سبب القبض عليهم. علمت جريدة صوت العدالة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس السبت 8 أشخاص، من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة المعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بطبيب الفقراء الدكتور التازي وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية. وحسب مصادرنا فعملية الإيقاف عرفت حالة إغماء لزوجة الدكتور التازي، مدعية أنها تعاني من أعراض نفسية وعقلية، بينما لا زال الدكتور التازي قيد الاستماع والتحقيق. وأضافت المصادر ذاتها أن زوجة الدكتور الحسن التازي كانت تتلقى أزيد من 20 مليون سنتيم بشكل يومي من المتبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء المرضى المنتمين إلى أسر معوزة على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم. حيث أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من المتبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء المرضى المنتمين إلى أسر معوزة على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم رفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة. وأضاف البيان أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين. فكنتمنى يثبتوا البراءة ديالهم الصراحة، حيت كلشي تصدم في الاعتقال ديالهم، حيت الدكتور التازي معروف كيدير الخير وكيتعاون مع الناس ومعروف بطبيب الفقراء. فهنا خوتي كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.